وده ياخدنا بقى لكاس تاني خالص، وهو كاس ملك اسبانيا اللي بيستعد علشانه النهارده استاد الملك فهد الدولي في السعوديه لاستضافته واستضافه كلاسيكو الارض التاريخي الساعه 9 بالليل في مباراه هتكون ما بين ريال مدريد طبعا وبرشلونه. كلاسيكو عشان نشوف مباراه ضرب نار ما بين الفريقين، خصوصا ان برشلونه بيسعى في رد اعتباره بعد هزيمته في الدوري من النادي الملكي والرجوع لمنصه التتويج باللقب اللي غايب عنه من 2018. يعني ان شاء الله هنشوف مباراة قوية جدا. حاسة هتبقى مباراة قوية مش متخيلاها. يعني انت بتشجعي مين انت؟ برشلونة. انا الاهلي وبرشلونة من زمان، من وانا نونة. بصي انا كنت زيك برشلونة، بس انا معرفش ليه بقيت دلوقتي عايزة ريال مدريد يكسب فعلا. لا انا ما بغيرش انتمائياتي الكروية يعني ايا كان.